مالك مكتشف ممكن؟ لا ما أعتقد يعني. أول مكان اشتغلت بيه وأول نمرة صعدتها شلون كانت؟ كله صعبة. اشمعنى؟ كلش يعني كانت عندي حفلة مرة أول مرة أغني على استياج وهاي الأمور، فدا أغني موال معدتي حس راح تطلع التوتر. من التوتر إيه. وشون تعملت؟ مرت على خير الحمد لله. هاي أول مرة. إيه الحمد لله. غير مواقف صارت لك بحفلات غريبة؟ لا يعني ما صارت مرت الأخ، تعودت على الوضع. مسمات الأمير بحكايتنا إنه كان يكرر أخطاءه بشكل دائم وكان عنيد. نعم. عندك عناد؟ كلش. شنو تعاند أكثر؟ هواية بواية أمور. عنودي عنودي هو متسرع كلش. أكو قرار مثلاً ويا شخص اتخذت تسرعت بي ورجعت بعدين اعتذرت له مثلاً؟ لا لا. لا شو متسرع؟ متسرع بعض الأحيان. فنياً متسرع. فنياً. بحياتي الشخصية يعني مثلاً إذا أريد شغلة لازم ألا أسويها هسه إيه. ما أحب أنتظر وهاي. بس هالشيء يمكن إيجابي مو كلش سلبي. يعني مرات يكون سلبي. زين اليوم السؤال المعتاد اللي دائماً متجاوب عليه. واو. اليوم أنت بعلاقة أو لا؟ تحب؟ ما كن سامح قلت لك أنت. ما كن سامح. أوكي. وشنو أكو شيء مستقبلي ممكن يصير؟ ما أعرف. بس ما كن سامح. فجل. لا هذا هذا الواقع يعني مو بس يحب المفروض يحب بنيه يعني يحب شغله يحب اهله يحب الوطن قديم يحب الوطن هذا احكي على انه تحب بنيه مو قلت لك ماكو انسان ما يحب يعني شحب ولد مثلا زين هل انه انت يعني متحفظ او من عائله محافظه جدا طبعا ايه الحمد لله شلون يتعاملون ويا كونك مطرب ومشهور منطقة عشان تتعامل وياك؟ انا كلش ما التقي يعني بالمنطقة بصراحة يعني على قد طب البيت واطلع بس صادف فد يوم احد عرفك وتعامل وياك بشكل استغربت من عنده؟ لا ما مستغرب يعني ما صاير بس مرة واحدة جاني ولد فقال لي ممكن صورة قلت له اوكي قال لي زين ما عندي تليفون قال لي زين بيش طقها المهم طقيت له انا صورة ودزيت لي اياها ودزيت لي اياها زين اصدقاء كلش قليلين بالوسط أو خارج الوسط؟ أي. اليوم منو أصدقائك تعتبره من الوسط؟ من الوسط بالدرجة الأساسية هو أنا أعتبره خارج الوسط بس هو فنان يعني وائل البدري. فنان لكنه محترف الفن جدا. أي. يعني ما هو أقول لك كلمة من خلال شاشتكم أكيد اهتم بروحك شوية هو كلش مقل. أي كسول كسول كلش ما خال بباله هذا الموضوع. زين تحياتنا له طبعا تحياتنا لك اكيد اخوي وصديقي.